Allahu Akbar. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله الذي بلغنا رمضان ووفقنا فيه بفضله إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن أسأله جل وعلا أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يغفر لنا ما كان منا من زلل أو خطأ أو نسيان إنه هو الغفور الرحيم كما أسأله جل وعلا أن يحفظنا جميعا من كل مكروه وسوء وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين اللهم آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تخرجنا بفضل الله من مدرسة رمضان وقد كانت الدروس في هذا العام دروساً مكثفة مع ما تمر به البشرية جميعاً من ذلك الوباء أسأل الله جل وعلا أن يرفعه قريباً وأن يحفظنا جميعاً من كل سوء واليوم بإذن الله نتكلم عن بعض من تلك الدروس التي لا ينبغي أن تغيب أبداً عن عقل المسلم
في حياته كلها. الدرس الأول هو أن الحياة قصيرة جدا، وأن الوقت يمر بسرعة شديدة. والله لكأنها البارحة حينما كنا ننتظر الليلة الأولى من ليالي رمضان، ننتظر أول صلاة تراويح، ننتظر أول يوم صيام، ننتظر أول سحور وإفطار، واليوم نجتمع وقد انتهى رمضان. هكذا هي الحياة، وهذه هي طبيعة الوقت، وهذه الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب أبدا عن ذهن إنسان مسلم أو عن ذهن أي إنسان، لأن ذلك سيؤثر أثرا بالغا على كيفية استعمال الإنسان للوقت القصير الثمين الذي أعطاه الله جل وعلا إياه في هذه الحياة. وسترتب على ذلك أيضا كيف سيرتب هذا الإنسان أولوياته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ثم تأتي الحقيقة النهائية التي لا مفر منها، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الكلام عن قصر الحياة ليس داعيا للتشاؤم ولا لأن يخاف الإنسان أو يكتئب، لا بل على العكس، إن الإنسان حينما يتذكر هذه الحقيقة دائما يبدأ بتقدير ما بين يديه من نعم، ويتوقف على الفور عن مطارد الأشياء التي يظن أنه كان ينبغي أن يحصل عليها، فيقدر ما أعطاه الله جل وعلا من نعمة الصحة ومن نعمة العائلة، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، وعلى رأس تلك النعم نعمة الإسلام، تلك النعمة العظيمة التي تكفل للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة إن هو سار على طريق الله جل وعلا حقا والتزم أوامره واجتنب نواهيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نكتشف جميعا في رمضان أن لدينا من الطاقات والأوقات أكثر بكثير مما كنا نظن قبل رمضان. سبحان الله، الكثيرون منا كان يجد صعوبة بالغة في أن يصوم ولو يوما واحدا تطوعا لله جل وعلا، وفي الشتاء، فقط ليكتشف في رمضان أنه قادر على أن يصوم 30 يوما متوالية، وفي الصيف الكثيرون منا يعاني ليحافظ على ورده القرآني ولو صفحة واحدة في كل يوم، فقط ليكتشف أنه قادر بإذن الله على أن يقرأ في كل يوم أكثر من 20 صفحة. هناك منا من يختم مرتين وثلاثة في رمضان. وعلى ذلك فقس الكثير من الأعمال التي نتمنى أن نقوم بها خارج رمضان، ونعاني ونكابد ونجاهد ولا نستطيع، نظن أننا ليس لدينا الوقت وليست لدينا الطاقة، ثم نكتشف في رمضان أننا نقدر على أن نفعل كل ذلك بإذن الله جل وعلا. فقولوا لي بالله عليكم، الوقت الذي صرفناه بفضل الله في رمضان، نصلي ونقرأ القرآن ونستمع إلى الذكر ونقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقوم الليل، أين يذهب هذا الوقت بعد رمضان؟ أين يذهب؟ سبحان الله، نحس أننا قد غمرنا بمشاغل الحياة، وأننا لا نكاد نجد وقتا حتى نشعر بالطمأنينة والسكينة والقرب من الله جل وعلا، ولكننا نملك، وهذا ما ينبغي علينا أن نتعلمه فعلا من رمضان. يا أخي يا أختي
يا من صمت وقمت وقرأت القرآن وفعلت كل ذلك وأنت متابع لعملك وأنت متابع لدراستك، لا تحرم نفسك بعد رمضان ولا تتوقف. لا أقول لا تكونوا من عباد رمضان، فلا أظن أن أحدا يعبد رمضان، ولكن لا تكسلوا ولا تحرموا أنفسكم ذلك الفضل. واعلموا أن من أكبر العلامات التي تدل الإنسان على أن الله جل وعلا قد تقبل عمله أن يتابع الخير الذي كان يقوم به بعد رمضان، فإن علامة قبول الحسنة أن تلحقها حسنة مثلها، أن يلحق القرآن القرآن، وأن تلحق الصدقة الصدقة، وأن يلحق القيام القيام. وعندنا الوقت وعندنا الطاقة، وقد نجحنا بفضل الله بالفعل في اختبار مدته 30 يوما، فلا تحرموا أنفسكم بعد رمضان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نكتشف كذلك في رمضان أننا أسعد حالا بكثير مما كنا عليه قبل رمضان. هل تعلمون لماذا؟ لأننا في رمضان نقوم بالفعل بما خلقنا من أجله، بعبادة الله جل وعلا والالتذاذ بقربه وتدبر كلامه، كل ذلك يعطي الإنسان الراحة والسعادة والسكينة، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. فلا ينبغي علينا أن نحرم أنفسنا من كل ذلك بعد رمضان. إننا أسعد حالا في رمضان لأن تعلقنا يكون بالله جل وعلا وبمرضاته وبنيل مغفرته وبالقرب منه، وهذا الهدف يجعل الإنسان سعيدا ويحيطه بهالة من الحماية من الهم والغم الذي يصيبه بسبب التعلق بالدنيا. عندما يكون الإنسان متعلقا بالدنيا، عندما تكون الدنيا هي الهم الأكبر للإنسان، فإن التعاسة ستصيبه لا محالة، حتى ولو كان ناجحا في حياته، حتى ولو كان موفقا في عمله، ولكن لا تخلو الدنيا من اضطراب ومن تغير، وهذا لا يستقيم مع حاجة الإنسان للشعور بالاستقرار وبالسكينة وبالراحة النفسية. ولذلك الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، الآية عامة في كل إنسان، حتى في ذلك الذي يملك الملايين وليس عنده أي مشاكل، لا توجد عنده لا مشاكل مادية ولا صحية ولا أي شيء، هذا الإنسان أيضا خلقه الله جل وعلا في كبد، كبد مشقة تعب خوف وقلق من أن يفوته ما قد تملك من الدنيا، دوما هو في صراع وفي سباق لتحصيل المزيد، ينقضي في هذا السباق وقته المحدود، ولربما أهمل أهله، أهمل أسرته، ولربما أهمل علاقته بالله جل وعلا، ولربما أجل استمتاعه بما أعطاه الله جل وعلا في سبيل تحصيل أشياء لن يستطيع أن يستمتع بها، في سبيل جمع أموال ليس عنده الوقت لينفقها، ولربما جمعها من الحرام فلم يستمتع بها في الدنيا، ويسأل عنها سؤالا عسيرا يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب منها. هذه هي المعادلة، الطريق الوحيد للسعادة السير على طريق الله، الطريق الوحيد هو طاعة الله جل وعلا. إن أردت أن تعيش متوازنا وأن تجمع بين خيري الدنيا والآخرة وأن تحمي نفسك من أن يصيبك هم أو غم
أو أن تتأثر تأثرا شديدا بابتلاء لربما يصيبك، عليك بأن تقوي علاقتك بالله جل وعلا. الإيمان هو العاصم من القواصم. إذا لم يكن عند الإنسان إيمان ولم يكن هدفه النهائي الجنة ورضوان الله، فإن أي خسارة، والخسارة محتملة بل ولازمة لبني آدم، فإن أي خسارة قد تكون مدمرة. إذا كنت أظن أن هذه الحياة هي الحياة الوحيدة التي سأعيشها، هذه هي الفرصة الوحيدة التي يمكن أن أستمتع بها، ثم يأتي لا قدر الله مرض أو فقد عمل أو ضياع أموال، ما الذي سيفكر فيه هذا الإنسان؟ أنه قد خسر كل شيء، خسر فرصته الوحيدة. أما المؤمن بالله جل وعلا فإن أمره كله له خير، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. لماذا الخير لماذا الخير أو الشر خير للإنسان المؤمن؟ لأنه إن شكر على النعمة اقترب أكثر من هدفه، القرب من الله ورضوان الله والجنة، وإن أصابته ضراء وصبر اقترب أكثر من تحقيق هدفه، فهو في الحالتين كاسب. والذي لا يؤمن بالله جل وعلا ولا يجعل الآخرة أكبر همه هو في الحالتين خاسر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الإسلام والله يا إخوة دين متكامل، نظام حياة كفيل بحل كل الإشكاليات التي تواجه الإنسان في حياته، أي إشكالية. وما تلك المشاكل والمنغصات التي يمر بها المسلمون خصوصا إلا بسبب البعد عن منهج الله جل وعلا، وبسبب التفرق والتشرذم والتحزب. وعلى أبسط وعلى سبيل المثال ما حدث منذ أيام، وصار يعني هناك لغط واختلاف هل العيد يوم السبت أم يوم الأحد. لسنا في معرض تخطئة شخص أو القول بصواب مذهب دون مذهب، ولكن لو كانت المنهجية واضحة وكان العمل جماعيا لما وجد هذا الخلاف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. افرحوا تعبدا لله جل وعلا. الفرح هنا ليس اختيارا، أنت كما عبدت الله جل وعلا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن والخشوع والبكاء بين يدي الله جل وعلا، أنت مطالب اليوم بأن تعبده بالفرحة وبأن توسع على أهلك. نعم، على الرغم من الظروف المحيطة وعلى الرغم من التوتر الذي يعني هو عند كل الناس بسبب ما تمر به البشرية، لكن افعل ذلك، افرح وأفرح أهلك ومن حولك تعبدا لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Dear brothers and sisters, we thank Allah جل وعلا for the blessings of being Muslimin and for letting us reach Ramadan. And we ask Him سبحانه وتعالى to accept all of our good deeds and to forgive any sins or shortcomings. And I ask Allah جل وعلا to protect all of us from any harm, from any sickness. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. So many lessons we can learn from Ramadan. Actually, so many lessons we should learn from Ramadan. Because after all, this is the point of going through Ramadan by the way that pleases Allah Jalla wa Ala. And one of the most important lessons is to remember always that life is
so short. And the time we have in this life is very limited. And this actually shouldn't make us sad or scared. It should make us appreciate more what we have. Appreciate all the blessings that Allah Jalla wa Ala gave us. And instead of starting chasing things that we think we ought to have, we start enjoying things that we already have. Things that Allah Jalla wa Ala gave it to us. Of course, in the way that pleases Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Before Ramadan, so many of us, we found it very difficult to fast Monday and Thursdays, to fast 3 days every month. And it's very easy in the winter, should be very easy, but we found it very difficult. We found it very difficult to maintain our word, our recitation of Quran, even one page every day. To maintain our sadaqah, to pray even 2 rak'ah at night. But subhanAllah, when Ramadan comes, we discover that we have abilities and we have much more time than we thought we have. In Ramadan, a lot of us, we complete reciting the Quran more than one time. We pray Taraweeh and we give sadaqah and we find a lot of time with this to fulfill our duties, work, studies, whatever. So, subhanAllah, we should ask ourselves, this time we have in Ramadan, this time we used in Ramadan, where did it go after Ramadan? And we should really make sure to do everything in our capacity to maintain our ibadah after Ramadan. To maintain our ibadah after Ramadan because we were happier in Ramadan. Yes, we got tired in Ramadan. We sleep less. Some of us, we even eat less in Ramadan. We don't have as much time as we used to have before Ramadan yet. No one can deny this, that we were much happier in Ramadan. Do you know why? Because we were finally doing what we were created to do. Worshipping Allah Jalla wa Ala, submitting ourselves to Allah Jalla wa Ala, living by the laws of Allah Jalla wa Ala. And this actually is enough to guarantee happiness to every one of us. And to guarantee success, not only Yawm al-Qiyamah, but in this life also. Because Ramadan, when we live by the laws of Allah Jalla wa Ala, when we do everything we can to please Allah Jalla wa Ala in Ramadan, we enjoy the barakah of waqt in Ramadan. So we shouldn't ever let this go away. We should seize every moment of our life the same way you used to do in Ramadan, in ibadah, in doing something that pleases Allah Jalla wa Ala, in strengthening ourselves in our studies, in our work, in all aspects of our life. I ask Allah Jalla wa Ala to make us among those who obey Allah Jalla wa Ala and obey His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And I ask Allah Jalla wa Ala to elevate this hardship all human beings and to protect us and everyone we love and all humanity from this pandemic. Jazakumullahu khayran wa kullu amin wa antum bi khayr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.